مناسبة، لكن بتروح مرة تانية لمحمد عاطف لشهاب فتحي وضغط متواصل زي ما قلت لحضراتكم. والداح الداح الداح عطاسة الداح، يا ولد يا ولد يا ولد، بيحرز هدف التعادل عبد الرحمن الداح. الداح حطها صح وحطها على يسار حارس المرمى محمد مرضي، وبتلتقي بمدرجات الدرجة الثالثة مدرجات نادي طنطا الرياضي، وعبد الرحمن الداح بيحرز هدف التعادل. ثانية لمحمد عاطف لشهاب فتحي وضغط متواصل زي ما قلت لحضراتكم، و محمد عاطف، محمد عاطف بيدخل جوه ال 18 وبيلعبها، والداح الداح الداح الداح، وهدف ثاني، هدف ثاني عبد الرحمن الداح، عبد الرحمن الداح، وبينقلب الملعب ولاعيبه بتقع في الارض اخباء والجهاز الفني، واثنين واحد لطنطا، اثنين واحد لطنطا، وعريس اللقاء الداح، اثنين واحد زي ما قال الكابتن عمرو برغالي ما بين الشوطين، قال طنطا في الشوط الثاني هتكسب 2-1، اتمنى ان طنطا تكسب 2-1 زي ما قال كابتن عمرو برغالي وكابتن احمد عبد الفتاح، اللي هم يعني بينقلوا الوقائع صوره بصوره ولحظه بلحظه، لكن النتيجه اصبحت 2-1. الدقيقه 40 ويتبقى 5 دقائق على الحصول لطنطا على 3 نقاط لفرحة جماهير طنطا ومجلس إدارة طنطا ويعني كل المحبين العاشقين لأبناء مشاهدين نبض الملعب ونبض الجماهير ونبض اللاعبين ونبض الإعلام وأشياء كثيرة. واثنين واحد بيتقدم لمحمد عاطف، محمد عاطف بيدخل جوه ال 18 وبيلعبها، و الداح 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 الداح، وهدف ثاني، هدف ثاني عبد الرحمن.